عمرو لفت نظرك ايه وخد عينك ايه في الفيديو ده؟ كابتن انت قايل الكلام ده من شهرين ان وليد الرجراجي مجهز كم من اللعيبه اللي موجوده طبعاً. عكس اللي شفناهم في كاس العالم هيبقوا موجودين. احنا بنتكلم في 20 لعيب محترف. الزلزالي بتاع برشلونه ثلاث لعيبه محليين او اربع لعيبه وباقي اللعيبه كلها محترفه. دي مدرسه جديده بيطرح بيها عصام الشريعي اسلوب جديد للكره المغربيه بالربط مع وليد الرجراجي او فوز الاقشع اللي هي التوامه اللي بتربط ما بين المنتخب الكبير والمنتخب الاولمبي. اللي احنا شايفينه الكابتن فتحي قال كلمه مهمه، اما بنتحط في ضغوط بيظهر معدن لعيبه الكره المصريه، اما بتتحط مع اسماء وبتحسب لها وبتركز وبتكتب مع نفسك، انت بتذاكر مش لازم اكتب بورقه وقلم، بذاكر جوه نفسي انا هلعب على مين، اذا كان حسام عبد المجيد بيفكر في زلزولي او ايا كان من اللعيبه انت بتفكر في ده، لازم ايجابيتك بتوصل انك انت كنت بتاخد من المباراه. ميكيلي كان بيفكر في حاجتين يا كابتن هاني، ازاي اوصل وبعدين ازاي اوصل للمباراه النهائيه ليها اسلوب تاني في اللعب، ازاي اوصل بس الاول اعدي فرقه غينيا واكسب واوصل للي انا عايزه. التراكم بتاع اداء اللعيبه بتاعه المنتخب كانوا بقالهم فتره كتيره جدا مش موجودين مع بعض، حتى اشتراكاتهم في الانديه موجودين في الدوري المصري هتلاقي اربع او خمس لعيبه بكتير بيلعبوا على مراحل، بره حسام عبد المجيد، بره اسماء موجوده، بره ابراهيم عادل، بره صابر، بره محمد فتحي شحاته قصدي، كل اللي موجودين او احمد عيد نفس الكلام بالنسبه لحراسه المرمى، هتلاقي نفسك اللي موجودين التراكم من الاداء اللي جاي احنا الناس ما كانتش محبزه يا ترى هناخد من دوت لان احنا يمكن الفريق الوحيد اللي يوصل للمباراه النهائيه بدون بشباك نظيفه بالزبط. لاول مره في تاريخ البطوله بتصل لاربع مباريات من غير ما يخش فيك هدف. طبعا حمزه علاء عامل اداء اكتر من رائع. المقارنه اللي قدامنا دي يا كابتن يعني هو تقريبا مقارنه متقاربه شويه، ولكن هنيجي الاهداف المحرزه. مصر احرزت اربع اهداف مقابل المغرب احرزت 10، فده رقم ممكن نقف عنده، لكن كل الارقام تقريبا متساويه، وزي ما بيقول عمرو عندهم عدد كبير من اللعيبه المحترفه. يعني الزلزولي ده يلعب في برشلونه. كابتن هاني استاذنك انت وكابتن عمرو اتفضل. المقارنه دي كويسه، لكن انا هنظر من مقارنه تانية برضو شفناها هنا. فريق المغرب 24 4 لاعبين لعبوا في الدوري المحلي وال20 في الدوري الاوروبي. مظبوط. لعبتنا 4 لعبوا في الدوري و20 ما يلعبوش في حاجه خالص. ما لعبوش في الدوري، ما لعبوش حتى مع اعلى مستوى فرقهم، يعني بيلعبوا في مستوى. برافو عليك يا كابتن. ايوه يعني كابتن فتحي عمل احصائيه. ايوه يعني ال20 بتوعهم بيلعبوا في اوروبا واحنا ال20 بتوعنا ما بيلعبوش اصلا في الدوري، والاربعه اللي في الدوري عندنا لعبوا وهم عندهم اربعه لعبوا في الدوري، اما ال20 بتوعهم التانيين لعبوا في اوروبا واحنا ال20 ما لعبوناش في اي حد. اذا انت دلوقتي بتلاعب مش بتلاعب الدوري، يعني الدوري المصري بيلاعب دوري الاوروبي. نفترض ان هم لعبوا، لا مش كلهم بيلعبوا كمان، نفترض ان بيلعبوا كلهم، يبقى الدوري المصري بيلعب الدوري الاوروبي. شوف الدوري الاوروبي. ايوه لان كل اللعيبه. والله بص يا كابتن هو حضرتك عندك حق في النقطه دي، ويمكن احنا هنا في شاشه قناه النادي الاهلي يمكن اعتمدوا بشكل كبير جدا على الولاد المغاربه المولودين في 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 بلاد اوروبيه. يعني الزلزولي هو اصلا مغربي واتولد في اسبانيا، وبالتالي زي ما بنتكلم هنا الملف اللي اتكلمنا عليه ان اللعيبه ديت لازم يكون عندنا تواصل. مصريين من اصول مصريه اتولدوا في المانيا وبلجيكا والسويد والنرويج وايطاليا، وقدمنا ملفات كثيره جدا لازم نتواصل مع الناس ديت عشان يجي عندنا الوقت ان يكون منتخبنا الاولمبي او منتخب الشباب عندنا اكتر من 30 او 25 لعيب بيلعب على مستوى اوروبا. لكن هي اللي هيفرق بقى معانا فايت سبيريت او الروح القتاليه. الروح القتاليه في هذه المباراه لها دور. صحيح. وزي ما انت عارف يا كابتن هاني يا كابتن عم في كاس العالم ما بيعملوا احصائيه وبيلاقوا ليه الفرق وصلت النهائي، ليه الفرقتين دول وصلوا نهائي. طب ما هو ده بعدين لما بيوصلوا نهائي ليه فرقه بتكسب، ولازم فرقه هتكسب. ده الكلام ده على مدار بطولات كاس العالم من 90 ايطاليا الى قطر 2022. كل التوفيق لمنتخبنا كابتن، كلنا نتمنى ان شاء الله. هي مباراه صعبه وامام المنتخب المغربي، لكن كلنا يعني عندنا ثقه في اولادنا وان شاء الله بنبارك لهم على البطوله ان شاء الله، وطبعا التاهل لاولمبياد باريس 2024. كابتن فتحي بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا عمور، نورتنا كالعاده وشرفتنا ومتالق دايما يا عمرو. ربنا يخليك يا ابو الكباتن، ربنا يكرمك.
فاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل كابتننا ناصر عباس في فقرة تحكيمية معانا هنا في المحترف.